بالك الكراد اللي تيح عليك محفوظ، رد بالك الكراد ان خفيف خاطر يتيح عليك. سي فوزي يقول لي سي توفيق اليوم ما شرع عليه ناس بالكذا. شنو هذا دخل الداخل؟ دخل الداخل. ما قلنا له تفهمنا ما تفهمناش هكا. صور يوم معنا صور معنا نقول احنا خرج المباراة اليوم. لا ما شاء الله عليه، لا ما شاء الله عليه، ديما ما يصبرش. حتى في راسك حتى في راسك متعبين وكيف ديما هيك ديما هيك ديما هيك. سي توفيق يقول لي سي توفيق سي توفيق سي فوزي خايف عليك. قال علاش علاش توفيق يطلع الفوق؟ سي فوزي خايف عليك برشا. لازم شكون يطلع الفوق؟ لازم شكون يطلع الفوق؟ فما تبارك عليك اليوم ها؟ لا ماش واحد يقول لا، بما انه انا شرجيته لازمني نقطع. خاطر سي فوزي كي قلت له قال لك كيفاش تطلع توفيق؟ خايف عليك هو انا. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. Tout le matériel va être listé, référencé et pour assurer le suivi par la suite. Tout à fait.
سي منجي منجي بن حموده. دكتور مرحبا بك. مرحبا بك. لو كنا نشوفوا سي فوزي قال لي معناها الجمعيه تاعكم هي الانترميديار، هي الوسيط معناها ما بين الاضياف والمستشفيات في جربنا. فعلا هي بادره طيبه من طرف جمعيه الجربه في جربه، وحبينا ننشطوا العمليه في فرنسا عفوا، وحبينا ننشطوها عن طريق البلديه تاع طب جربه، نظرا كون مكثر الحاجيات متواجده فيها تختص بالاطباء وتختص خاصه بالمعاقين، فيها كراسي متحركه، فيها طاولات خاصه بالمعاقين، وفيها كذلك مستلزمات طبيه اللي باش ندعموا بها المستشفيات في جربه، حمت السوق وميدون وكذلك الجيم وكذلك بعض المستوصفات. هذه البدره الاولى والبقيه تاتي ان شاء الله. انتم سموش معناها تعملوا دراسه معناها اذا تمشوا المستشفى السوق شوفوا شنو ناقص الجيم كيف معناها مش توزعوا كيف كيف معناها. لا 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 فعلا لا، هي مدروسه، عملت مدروسه ونشوفوا كون نعملوا زيارات الميدانيه للمستشفيات والمستوصفات، ومن خلال زياره هذه نجسموا شنو المستلزمات. لربما هذه هي القطره الاولى، ولكن ان شاء الله باذن الله تنتهي باش تكون قطرات منهمره بعدها ان شاء الله. معناها هي معناها لقطه كبيره بصراحه قامت بها الاضياف جمعيه الجمعيه تشكر فتشكر الجمعيه هذه، وان شاء الله غيرها معناها تنسج على منوال جمعيه اخرى الخيريه، وبعلاقه خاصه مع اطباء وديه التجربه الجمعية الحديثة واللي عندها نشاط كبير أكثر في ميداني ثقافي واجتماعي وصحي، وإن شاء الله تتواصل مجهودات هذه الجمعية. هذا بالنسبة للجيم سي فوزي. بالنسبة للمستشفيات الآخرين؟ ألوغ فما مستوصف نتاع ميدون بون أكبر شوية، دونك يا دي لي إلكتريك، يا دي شيز غولونت انتر سيرفيس، يا أون تابل دو كونسلتاسيون، يا لا شيز جينيكولوجيك أوسي، خاطر كونت أون أفي ديسكوتي أفيك يو أفي بوزوان دون شيز جينيكولوجيك يعني بور لي femmes enceintes. Il y a pareil du gel de désinfection, il y a un chariot handicapé, il y a voilà, donc ça c'est les, ça c'est l'étape de consultation, et il y a des cartons de médicaments, on va les voir tout à l'heure. Hamed Souk, donc bon là on est en train de voir, il y a des images sur mal les différentes entités, donc il y a Hamed Souk, je suis le Moussaouf Zarzis. سي محفوظ تبعت بس لجمعية المعفى تقول لي بادرة كبيرة قامت بها جمعية أجنبية بفرنسا، بل ما حتى جمعية المعفى عندها يقول لي جزء من هذه المساعدات، عندها جزء إن شاء الله تكون متمثلة في الأسرة هذوما، الأسرة النقلة هذوما إن شاء الله باش نحاولوا نلوجوا لهم وين باش نحطوهم وباش نسلفوهم للعائلات اللي عندها احتياجات استثنائية كما هكا بإذن الله. سي سعود جوزو مرحبا بك، تقول لي رئيس جمعية المعفى اللي هي معناها عندها جزء من هذه المساعدات، فايش قولك في البدرة اللي قامت بها الجمعية الفرنسية الجمعية الجربية بفرنسا؟ بارك الله فيك. الجمعية الجربية بفرنسا قامت بمجهود كبير في المجال هذا، هذا تقريب رابع كونتينر تقريب يجي، السادس كونتينر تقريب يجي شار نيكول وجربة وغيرها، والحمد لله يعني كل المعدات اللي جات أدت وظيفتها، المعوزين خاصة والذوي الإعاقات وكذا، واليوم هالكونتينر هذا كيف كيف يتمشى في نفس الإطار، وإن شاء الله ياخذوا المعدات هذية اللي يستحقوها عن جدارة وعمل اجتماعي طيب. يباركه الإخوة غاديك في جرب في باريس، معناها الجمعية هذية قائمة بمجهود كبير، وان شاء الله تضافر الجهود وكل باش البلاد هذه توصل تكتفي ذاتيا بهذه المعدات اللي هي فيها مس الحاجه بها.